هذا كان موضوعنا الأول في فقرة فيس تو فيس. موضوعنا الثاني هو والله هذا الموضوع عيب أحكي، يعني رجال ايش قدك ايش كبرك عمرك 64 سنة تبتز بالتليفون حجي صدق تحكي كذب؟ هذا هو موضوعنا الثاني في فقرة فيس تو فيس، اعتقال رجل يبلغ من العمر 64 عام في بغداد ساوم شخصا بنشر صور عائلته على مواقع التواصل الاجتماعي اذا لم يدفع له مبلغا من المال. ولك ما استحيت حجي ايش قدك ايش كبرك رجليك من لحب القبر عمرك 64 سنه شي معلمك انت بهاي السالفه شي معلمك بالصور والابتزاز عم عيب والله العظيم عيب. صدق تحكي حجي جاي مساوم لك واحد 64 سنه عمرك عم هاي كارثه هاي والله العظيم. زين حجي انت شنو انت بكبرك هيك بصغرك شو تشتغل ها؟ والله خلينا نسولف انا وياك حجي انت وين اشوفك وين تشوفني انت بصغرك شنو تشتغل اذا انت عمرك 64 سنه وما شاء الله يعني ما اعرف انا الحجي يراد له وقفه يعني يراد له واحد يحكي وياه. على العموم خلينا نشوف الموضوع وتفاصيله. انتشر بشكل كبير جدا اعتقال مبتز عمره 64 عاما في بغداد ساوم شخصا بنشر صور عائلته على مواقع التواصل اذا لم يدفع له مبلغا من المال. ماكو هيك حجي والله العظيم ماكو هيك. فنشوف التعليقات شنو كانت يعني. بس حجي يعني الموضوع واقف ما يعني الموضوع واقف يعني انت رجال كبير رجليك لولا حبيل قبر على قولته.